مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج من واقعنا. عدد هذه المرة خصصناه لقضية شائكة ومعقدة تخص مجتمعنا وهي الميراث. أيمكن لقطعة أرض أو مبلغ من المال أن يضع حدا لعلاقة أخوية أو يفكك ويشتت أسرا بأكملها ويوصلها إلى المحاكم؟ إنه الواقع المر الذي تعيشه بعض العائلات جراء الميراث. حالات وأخرى سنتابعها وإياكم في هذا التحقيق للزميلة رشيدة معبود. تابعوا معنا. جامي نبيعوش الدار، احنا نكون ضالين نحوسوا على الدار، على الديار يكونوا، باسكو الدار يقول لك كبر الدنيا. لازم تكون لك دار، تبيع الدار ومن بعد وين تروح؟ كي تبيع الدار تقسم الوقت. بيان سور نبيع دارنا احنا، علاش ما نبيعش دارنا؟ لا دوك علاش ما نبيعش دارنا؟ علاش من السبان اللي ما نبيعش دارنا؟ طمع عداهم، طمع خلاهم يدفنوني وانا حيه. ارحموا هذا الميت في قبره بتوزيع ما يتعلق به وما تركه من تركه في حياته. بسبب اخ واحد وزوجة الله يربي يسمح لها ان شاء الله، زوجة الاخ ديالنا، اصبحنا في الشارع. يا خويا كيما خلاه بابا تخليه انت تاني كي تموت ربي يهديك، واش نقول لك؟ بابا مدى معاه يما مدات معايا. الله يجعل حقي عند ربي. الله يجعل الحق عند ربي، هذا واش نقول. اللي جاوا مات البلاد كاع الطفلة ما يورثوها، ماشي غير أنا، الطفلة عندنا من المستحيل تورث. قول جاب لي ربي مستحيل باش نولدو، جاب لي ربي هي، جاب لي ربي أنا بحسب هي النظرة تاعها، جاب لي مستحيل باش تولد. نقولوا الرجال قياما على النساء، علاه كي تحتاجوا الطفلة الدخول هذاك ما عنده حتى ما على بالوش كاع بها. حطوا كاع التيرة على وليد عمي. الو كتيرة محطوط في العقد على جدي. ومن بعد يقول لك بعد تقاسموا. وتقاسم مع ولد عمي انا، يا ولد عمي انا كبرت كرشو. الميراث راه رايح يدير كارثة، رايح يدير يطيح الأرواح. كثيرا ما تحدث نزاعات بين الأبناء أو الأحفاد بسبب تركة وميراث أحد الوالدين حتى أثناء مرضهما أو قبل وفاة أحدهما بقليل، وتتعقد العلاقة إلى درجة القطيعة والعداوة بين أفراد الأسرة الواحدة. مشاهد كثيرة وحالات مؤسفة تحدث في مجتمعنا ونراها حتى في المقابر. والله صارت تهون كل دمعات العيون، ما توقعتك تكون قاسي وطبعك تخون. هنا جينيرالمون كيروحوا الناس عند لي زابيسي وما يصيبوش لي رونسينيمون، لي زابيسي يبعثوهم عندنا. دونك حنا اون في دي روشيرش، لازم يكون عنده لا دات دو ديسي، يجي وما جينيرالمون يحوسوا على النيميرو دات دو ديسي ولي ليو دو ديسي. حنا نعطيو لهم كاع المعلومات واش لازم في ورقه، يروح للبلد المقر البلديه يعطيو له شهاده وفاه. وي جينيرالمون ما يسانتيريس با لا طومب، جينيرالمون يسانتيريس او اليريتاج سي تو. واش حابين نقول لك انايا، دوك كي يجي الانسان يحوس على اليريتاج وما يحوش على لا طومب تاع والديه، سي صافي مال او كور، صافي مال او كور. مهما كانت قيمة الميراث الذي سيناله الوارث، فهو لا يعد أن يكون نصيبا من المال لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن للأسف في هذه الدنيا لا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. الشيخ كان عنده أرض في البلاد ما حبوش يروحوا ليها كاع، الشيخ قال لي ولا حبيت تديها نديرها لك، دار لي هبة. كي توفى خرجوني، جيت للدار قالوا لي ما تسال والو هنا في الدار. نهار دفينا مات ما حضرتش، ما قالوليش، لحقت لقيته مدفون. كي كان عايش بابا كان كنا لاباس علينا، يعني في حياه اليوم كنا لاباس علينا، يعني ما مضروري كان ماديا ولا في حياه نفسيا اي حاجه. ومات هو كي كان حي، يعني صمم وحده بارادته باش يكتب لنا، درنا هيبه وهب لي انا واختي. بعد ما مات ناض عمي ناضي شرعني في الدار،
ناض وليد عمي جا دخل يقول لي تخرجي من الدار نخرجك. انا ما فهمت، انا ما فهمت والو، ما فهمتش علاش هاد المشاكل كاملين، ما فهمتش. انا مول عمي يبكي على بنت خوه، يعني هاو مات 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 كيموت الاب، يكون 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 العم هو والي، يعني والي على على بنت خوه. كنا تخي بيان، يعني كانت اختي تبكي عليها وتبكي عليا، ما كان حتى مشكل. كي كتبنا بابا فرحنا قلنا الحمد لله، او بابا خلانا الرزق ونتمتعوا بهذا الرزق. انا بالنسبه ليا ولا نقمه ماشي نعمه. نادو شغل يحرشوا فيها، يقولوا لها دات لك اكثر من حقك، دات لك حقك. كيفاش دات لي حقي؟ انا قسمت قسمت بالقانون، قسمت على يد الشرع، كيفاش انا ندي حق ندي حق واحد اخر؟ يخدوا لي اللي قسمت لنا، ماشي انا اللي قسمت لنا بروحي، كيفاش ندي حق واحد اخر؟ ولا زوج تاعها يقول لها ما باش روحي جيبي حقك، فهمت انا علاه؟ ولا يحب يقسم وحده، يحب يدي وحده، يحب قلبي راهو دم. كش كنا مع اختي، كش كنت العلاقه مع اختي، يعني ما تصوريش. كانت تبكي عليا وتبكي، يعني ما تصورش العلاقه. ما كاش لي كي تلاقى الصديق يقول لنا انتوما كنتوا كالتوام، يعني حتى ولينا اعداء كالاعداء. انا بالنسبه لي كالاعداء، يعني تسمع واحد الهجمات يعني ما يتصوروش علاه. على حاجه ما كاش. احنا في ربع اخوه، انا طفله وحدي وعندي ثلاثة خوتي رجال. بابا كان تاجر كبير، كان عنده التراب، عنده الحوانت، عنده شركة، وهذيك الشركة كان يسيروها هادو خوتي، ثلاثة خوتي. هادو ثلاثة خوتي كي كانوا هما يسيروها، نهار ما توفى بابا قال لك انتيا ما تستهليش تسالي في الورط، على خاطرش حنا اللي تعبنا وحنا اللي طلعناها وحنا اللي وصلناها لوين وصلت دوكا. ما قالوش، قالوا بون ما قالوا ليش. من بعد واش داروا؟ راحوا عند الموثق، راحوا عند النوتير، داولوا شهاده وفاه على اساس انه انا توفيت. من بعد داروا الفريضه وداروا دعوة أمام القسم العقاري وقسموا الورث، وأنا ما كنتش على بالي. من بعد لا بديت نطالب حقي، بديت نقول لهم وين راهو الورث تاع بابا، أعطوني حقي. قالوا لي أنت ما عندك حتى حق. رحت سقسيت، رحت عند المحامية سقسيت، رحت للمحافظة العقارية سقسيت، لقيت بلي هالتراب خلاص ما راهوش باسم بابا، راهو باسم هادو خوتي. واش درت؟ راح رفعت عليهم دعوة، رفعت عليهم دعوة، شتكيت بيهم. مور ما شتكيت بيهم على أساس أنهم زوروا الوثائق وحطوني ميتة، خوتو اللي ترباو معاه، اللي عاشوا معاه، اللي يربطنا دم واحد، اللي بالحق هما السند تاعي، هما اللي نشوف فيهم الامان، نشوف فيهم. حتى لقيتهم داروا عفسه كيما هذه على جال وشنو، على جال الماده، على جال المال فاقد. مرضت ما خبيش عليك، مرضت على الصح، مرضت. وصلت حتى وين وليت نشرب كاشيات تاع طاهم لي للبسيكياتر. ما كنتش نتصور بلي حتى الاخر لي نعيش مشاكل كيما هذوما. ايه كنا عايشين كامل في دار واحده مع عمومي ولاد عمومي، كامل تربينا كامل كيف تربينا. اون دي على اساس انهم زوروا الوثائق وحطوني ميتة، خوتو اللي ترباو معاه، اللي عاشوا معاه، اللي يربطنا دم واحد، اللي بالحق هما السند تاعي، هما اللي نشوف فيهم الامان، نشوف فيهم. حتى لقيتهم داروا عفسه كيما هذه على جال وشنو، على جال الماده، على جال المال فاقد. مرضت ما خبيش عليك، مرضت على الصح، مرضت. وصلت حتى وين وليت نشرب كاشيات تاع طاهم لي للبسيكياتر. ما كنتش نتصور بلي حتى الاخر لي نعيش مشاكل كيما هذوما. ايه كنا عايشين كامل في دار واحده مع عمومي ولاد عمومي، كامل تربينا كامل كيف
تربينا اونديغي خاوه، ماشي اونديغي تربينا كي الخاوه، الحاجه اللي تكون تقسموها، الحاجه كي طيبوها ناكلوها كامل كيف كيف، نلعبوا كامل كيف كيف خاوه. ومن بعد كبرنا، هو هذا كامل بابا اللي كان قايم علينا، كان قايم علينا كامل بحنا بعمومي بولادو، كان بابا هو اساس تاع الدار. ومن بعد جا النهار وين توفى بابا ربي يرحمه، وكما يقولوا راح وفراغت الدار. ضعنا، انا تزوجت من بعدها مرة ما مات بابا، تزوجت ودرت دار ويتو دراري كامل. لحقت وين سحقيت دار، سحقيت لازم لي دار، لازم مأوى يأوينا. المهم احنا درنا انا وزوجتي عيدنا درمو تسارة ديال باش تكون عندنا دار. ارجعوا لي بالرفض على اساس بلي استفدتي من الدار، استفدت من الدار. كي رحت للمحافظة العقارية لقيت بلي عمي في لابيريود تاع الزنزلة زور الأوراق، خرج الفريضة وكامل، وخرجنا احنا في الفريضة هذيك على أساس كي بابا توفات ما نخرجوا احنا ولادو. زور الأوراق هادوك وخرجت ودات دار من السوسيال بالدار الوراثة، تسمى هذيك الدار نسهلوا فيها كامل. بصح هو استفاد منها وحده، استفاد منها وحده وهو ولادو، وحنا ما عطانا والو، ما قسمناش حقنا. كي توجهت لعمي قلت له يا عمي فوالا رحنا وهكذا وخرجنا في الفريضه وكذا، قال لي ما عندكم عندي حتى حق، ما تسالوا في حتى حاجه، خلاص باباكم مات، انا دوك ندي كلش وانا نورث كلش، ما حب يمدنا الدار ديال هذوك اللي داهم هو ولادو، كاين ثاني ورث ما حب يقسمه لنا، ما حبش يقسم لنا، دارنا صعوبات ما خلاناش نقسموا الورث. يعني حتى الزوجة تاعو ما نصحاتوش للخير، وزادت الطينة بلا ما زادت، كملت قطعت كاع العلاقة، قطعت العلاقة مع حتى بيننا وبين ولادها. يعني الحق زمان وين بنت عمي راحت تزوجت وما حضرنا لهاش، ما يعني تحسي هدي اختك ماشي على اساس بنت عمك، اختك ما تحضري لهاش ولا ما تفرحي لهاش ولا. انا كنت مزوجه ومتلقه، تلقت والراجل تاعي عاود زواج ولبس به، لبس به عنده ستانكومي ساغو كونت معروف يعني في الجزائر هنا، بصح دا لا ديفيرونس بينه وبين ولادو، إلا في لا ديفيرونس، غير وريت صورتي مادابيا يسمعني مادابيا. إلا في لا ديفيرونس بين ولادو الأولين وبين الثانيين، أنا ولادي عندي زوج راهم تابعين محان مساكن. قال لهم علاش خديتو قليل؟ عنده فيلا غالقها وما حبش يعطيها لهم. سلفها للناس براوية قعدوا فيها ولادو مساكن، إلا في لا ديفيرونس، الآخرين لا سويس، كل بلاد يحوسوا، ولادي هادو مساكن محقورين. وحسبي الله ونعم الوكيل يوم القيامة نقفلوا هنا. أنا في ثلاث بنات وأربعة خاوة، كان بابا الله يرحمه ميت ويما ماتت، خلينا فيلا في ألجي، فينا يعني ما شاء الله قسمة اللي تكفينا كاملين العائلة ديالنا. زوج خويا جبنا المرأة ديالو، ما تفاهمناش معاها، ما قدرناش نتفاهموا، ما قدرناش نعيشوا معاها، كانت صعيبة شوية بزاف معانا. ألو خرجت، كي خرج خويا من الدار، دار المرأة ديالو زوجة تاعو راحت، حلفت فينا قالت لنا والله العظيم غير تجي نهار وتقعدوا في الشارع. حنا يعني راحت قلنا الله يسهل عليها ان شاء الله، كيما يقولوا تصب جهه اخرى ان شاء الله مع خير. راحت هنا قاعد احنا في ديارنا، حنا بنات ماشي مزوجين، قاعدين في دار بابانا، وكيف كيف الولاد كيف كيف انا قاعدين. بداو يجونا دي كونفوكاسيون تاع دار الشرع، حنا ما عطيناهمش كاع اهميه، قلنا بالك هذوما دي كونفو ما عطيناش كاع اهميه هاد الكونفوكاسيون، قلنا بالك هادوما لي كونفوكاسيون عم يجوا برك، ما عطيناش اهميه. حتى جا نهار يروح يا نهار حتى جاو صبنا دارنا مبيوعه في المزاد العلاني. كيفاش باللي لو اختارنا صبحنا في الشارع وحنا حنا بنات ماشي مزوجين، يعني كيفاش دارنا صبحنا في الشارع؟ و هذه يعني حاجه يعني فوق المتصورنا في ليله وختها، ما قلناش باللي دار بابانا تنباع ونصبحوا في الشارع. كي رحنا مع خاوتي، رفنا خاوتي رحنا لدار شرا، قالنا خلاص يعني ما سيت خوطا للاسف الشديد، يعني في ما جاوبتناش على لي كونفوكاسيون، ما درنا محامي، ما جينا على روحنا، ما كنا ما على بالناش باللي توصل هذا الموصل، اللي خونا يوصلنا هذا الموصل. لا يقف الحد عند بعض العائلات في التشاحن والصراع،
بل يتعدى إلى أبعد من ذلك، إلى زهق الروح ووقوع جرائم قتل بين الأفراد. والغريب في الأمر أن الجرائم التي تقع لا تكون حتماً بين الأخ وأخيه، لكن تتعدى إلى الجيل اللاحق، فتكون بين العم وابن أخيه أو الولد وخاله. هذا ما يعكس الآثار التي يحمله هذا التكالب بين الأفراد منذ عقود طويلة، تظهر مخلفاتها مستقبلاً بين الأحفاد. عندنا مشاكل جستمون، كاين عندنا إما ماتت خالي، مات وخالي مات، والورثة دوك أنا باش ندي حق يما ما حبوش يعطوهولنا، قالوا لنا ما تسالوش، كاين هذا وليد خالي اللي راه ساكن في الدار هذه، قالنا ما تدوش، راني في الشرع أنا وياه كل خطرة وقفوا في الشرع، كل خطرة بالضرب يضربوا شافوني وحدي ما عندي حتى واحد غير أنا وأختي، أختي ساكنة في شلف وأنا ساكنة هنا معاهم وساكنة فوضاوي، وملكي يما ما خلاونيش ندخلوا. هني طالبة ربي إن شاء الله نلحق وليدي نجي نرقد معاه هنا، تهجلت على وليدي مولات 20 سنة، خدمت عليه وكبرته ورجعته راجل، 35 سنة مات، قتلوه للإرهاب في برج مدايل، مش عندي معيشة، ما عندي حتى معيشة أختي العزيزة، ما كان والو، رحمة ربي برك راهي معايا، هاني سقسيهم أني كل جمعة هنا من 2007 وأنا هنا في القطار، ضميتها الطريق تاع القطار. والله صارت تهون كل دمعات العيون. ما نقدر لهاش، علاش تخلصي 2 ملايين الاكسبير ومن بعد 2 ملايين تزيدي تخلصي ليسي باش يخرج يبلغ لهم، احس بي كل راس ب 500 ألف، ما نقدر لهاش، احس بهم راهم في 10 في 11 واختي 12 وانا 13، فهمتي 13 واحد احس ب 500 شحال تولي لي، ما عنديش، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دي فوا لي مويان ما يخليك اعطيك الصحه، لي مويان ما خلاونيش نعمل. وقد يمتد هذا الصراع إلى أفراد العائلة من جهة الأب أو من جهة الأم، وحتى الأحفاد الذين يرثون عداء الأباء وتشيع وسطهم الكراهية وينقطع الوصال لسنين طوال، تنحصر العلاقات بينهم في تصفية حسابات الماضي والمستقبل. بالنسبة لعدد القضايا أو القضايا المسجلة من طرف مصالح الشرطة القضائية خلال 10 أشهر الأولى من السنة الحالية، نجد أن مصالح الشرطة القضائية سجلت قضية واحدة وهي قضية قتل عمدي، الجاني فيها يعد شقيق الضحية، حيث كان الدافع من وراء اقتراف هذا الفعل خلافات بين الطرفين تتعلق بقسمة أرض بينهما، ونظرا لخصوصية العائلة الجزائرية فغالبا ما لا يتم التبليغ عن هذه الجرائم، حيث يفضل الأب أو الأم التي تتعرض لمثل هذه المعاملات التكتم عن الأمر، ربما رجاء منها في أن يكون الابن أو البنت قد يصلح حالها أو قد تهتدي فيما بعد. وحتى في الحالات التي يتم فيها تبليغ وترسيم شكوى فغالبا ما يتم تنازل عن تلك القضايا لاحقا. الميراث رغم أنه حق لجميع الورثة رجالا ونساء بنص القرآن الكريم، إلا أن الأعراف والتقاليد لها قانونها الخاص في بعض مناطق الوطن، حيث لا حق للمرأة في الميراث سواء المتزوجة حتى لا يستفيد منه الزوج، أو الفتاة العزباء التي لا تنال من حقها إلا ما ينفقه عليها الوالد أو بعض الصدقات والهبات لا أكثر. أنا يا تربيت يتيمة، أنا يما ما شفيت لهاش، أنا بابا ما عرفتوش حتى وليت 14 سنة. تربيت أنا في بلاد برا في الريف، بابا جا لهنا الجزائر بنى حياته ودار ولاده ودار مرته، أنا تاكلني على جداتي رباتني، نهار رباتني جداتي. الشيخها مات قال لها حقي ما عندهاش الولاد، قال لهم رزقي
البنتي وولادها وخلاها السجيل وخلاها الكواغط. النهار مات هو وزادت ماتت هي، عموم العموم تاوعو داو كلش داو كلش، حتى واحد ما فكروا فيه. رحت ضيفة، رحت ضيفة معروضة للعرس، ضيفة حبيت نغسل اللي كانوا تم ساكنين قدام دار جدي الله يرحمهم. طلبت منها قلت لها دخليني ندوش، قالت لي رواحي لداري ندوشي، ما قالت ليش رواحي لدار اللي تربيتي فيها، حبيت نشوفها بعيني يا برك، نتفكر سوفونير. ما دخلتنيش لدارها، خافت ولا نقول انا ما نخرج، خافت الا ندخل. الله يرحمها دوك رحت لدار الحق، والله ما دخلتني نزور دار اللي تربيت فيها، عزيزة عليا عزيزة عليا هذيك الدار، نتفكر فيها طفولتي، نتفكر فيها صغري من قوة الطمع. رفدوا الكواغط وخباوهم والسجيلات خباوهم، خلاص هذه بنت دوار واحد اخر، ما واش جابها لهنا تورط. سقول سكرا ورثجين ببسم في مزيغين، ينداه جدي من هلاث اندان يثفل لثفاث، يراتي دم بغير عوين. هنا يا الجمعة نساريج معروفة بزاف بالتاريخ تاعها، اتفقوا يعني كامل هذه المنطقة نبدوها مثنية، نجوز تيزي وزو بويغا فقايف سطيف، كامل هذه المنطقة اتفقوا يعني تجمعوا في هذه البلاصة باش يشوفوا كيفاش يحميوا المرأة ما يروح لهاش الورث تاعها. كي نقولوا اليوم دون لو دووا كوتيمي، المرأة يعني في المنطقة القبائلية ما تورثش، بصح يلزم نعرفوا وعلاش اسكو غيالمون ما تورثش. كي كانوا يعطيو لها حقها كما هي كما الولاد، دونك هذيك المرأة كي تتزوج هذاك الرجل تاعها يدي لها هذاك الارض تاعها يكتبوا على اسمه، ومن بعد يبيعوا للبراني، يخلق المشاكل بين يعني الخواتات تاع الطفله هذيك وهذوك البراوية اللي يدخلوا للوسمو للدشرة. صح المرأة هذه كي نقولوا بلي ما يعطولهاش الوراث ما يعطولهاش حقها، بصح لازم نعرفوا بلي دار باباها مفتوح ليها، دار باباها نقولوا في يعني في 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 الهضره تاعنا تاع بالقبيليه نقولوا الدار ضخه من تقشيشين، الدار تاع البنات. ما من نهار يموت باباها ما يوليش على الاسم تاع لي فرير، يقعد هكاك البنات حتى نهار يعني حتى نهار يموتوا. اي وهذاك الاخر الغله اللي استغلوها لي فرير يعني الخواتات تاعها عندهم القانون يعني فرض عليهم اوبليغاسيون على الخواتات هذوك تاعها يعطوا لها حقها. داروا عقود يسموها عقود الحبس، وداروا في عقود الحبس هذا شرط شروط لازم يحترموها. الشرط هذاك يقول لك في عقد الحبس يحبس الاموال تاعو لولادو لبناتو، يغدي البنت. وفيما يخص البنت بشرط ان تكون مطلقه، ان تكون ارمله، ان تكون ما تزوجتش او يعني محتاجه فريمون. العداله نحات يعني حتى الاجتهاد القضائي نحى هذاك الشرط، يبقى الحبس تورث تورث من الجيل للجيل، لكن لما كان بيع ما كان الرهن. يعني قانون الاسره يقول لك البنت تورث بدون قيد ولا شرط، تورث البنت لكن تورث النص الشيء اللي يورثه خوها. هذا القانون هذا اللي يمد النص للطفلة ونصيب كامل خرج النساء لبرا الصن دو، علاه لما تقسمي ان اف دو ولا ان اف تخوا هاو رايح للبيع بالمزاد. دونك الشيء اللي عشتوا مع بابا ومع يما في البلاصه هذيك في المكان هذيك في المسكن هذيك
يجيني انا وليد عمي اللي عمرو طلع على بابا ولا عمرو سقساني اذا خصيت ولا ما خصيتش، يجي وليد عمي ولا وليد عمي يجي يقول لي انا يا نورث معاك الشيء اللي خلى لك باباك. يعني هذا الشيء هذا كخاي موا باللي الى مي لي في دور. هذا نرجح المشرعين واهل القانون. لماذا؟ لان المسؤوليه الاولى نتاعهم هما في هذه المساله هذه. يعني اولا كيف ينبغي ان نفهم الاسلام، نصوص تشريع الاسلام، كيف نكيفها في قوانين، وكيف تطبق هذه القوانين، لان التطبيق هو المهم. كيف تطبق هذه القوانين؟ معناها لا افراط ولا تفريط. والمشكل الكبير، المشكل الكبير لما يرفضوا ولاد العموم هذا يديروا لها الوثائق باش يستخرجوا الفريضه. لما يرفضوا تروحي لعند رئيس اي رئيس محكمه تطلبي امر على عريضه قال من اجل استخراج الوثائق، الرفض يرفض رئيس المحكمه يرفض كاريمون. يعني كيفاش تدير الطفله هذه؟ كيفاش تدير المراه هذه؟ القوامه احنا تقريبا دائما نفهم القوامه انه الرجل يتسلط على المراه. القوامه انه الرجل يكون قائما على اسرته من باب يعني من قضيه النفقه وما يلزم الاسره بما فيها الزوجه. وليست القوامه هي تسلط، وهي بالدرجه الاولى هي مسؤوليه قبل ان تكون تشريف. هي مسؤولية على الرجل وكيف يكون في كيف يقوم بهذه المسؤولية. فإذا القوامة ليست تسلط وإنما هي مهام للزوج يقوم به في أسرته. لا ضحية في وسط هذا العداء المفتعل بسبب المال إلا صلة الرحم التي هانت على الإخوة والأقارب في سبيل قطعة تراب أو مسكن قديم أو مبلغ من المال. في بيت كان في السابق يلم شمل العائلة وأصبح اليوم مكاناً للشجار والكراهية التي قد تتحول إلى جريمة، القاتل والمقتول فيها سواء. دوك الوقت الحالي الدراسات العلمية والأبحاث تبين باللي كل الأمراض في العموم عندها أساس نفسي. نشوفوا بلي واحد طلع له السكر باسكو جاه شوك ولا زعف، صارت ازمه عائليه مثلا ولا نزاع هكا كما كتقولي على الميراث مثلا، طلع له السكر، طلعت له لا طونسيون، الى ديفلوبي ان بسورياسيس فجر امراض جلديه، دار انيت لي ميغرين فجر ولا الام في الراس، وكثير كثير من الامراض كما امراض القولون. هذو كامل عندهم اسباب نفسيه اللي هي اساس اندفاع هذه الامراض الجسميه اللي تبان واللي نشوفوها مدهره عندنا في المساحات. كنت في درنا فريضه تاع الدار، بعد باش ندير الوكاله ندير على اسمي. ومات اخت المتزوجه، اخواتات المتزوجين تعارضوا في الفريضه، صرا مشكل مع النوتير والاخر سينيا وكلش. ومن بعد غدوه من داك ولات جات قطعت له الورقه تاع الوكاله باش نحط باسمي باش تما هذه صح. انت يا بعد صرا لي شوك ودارت لي تهديدات في الميساج في البورتابل، صرات لي اون شوك. اختك هدتك؟ هدتني. كيفاش قالك؟ كيفاش كان؟ ما حبيتش نرجع لها في التليفون، ما حبيتش نرد عليها على الجواب تاعها في التليفون، يصوني من دارت لي تهديدات. كانت مليحه العلاقه تاعكم؟ كانت مليحه. قولي لي غير سمعت باللي تسمى راح الطرب هذايا راح يديروا لنا تسمى كنا بديسيزيون تاع الطرب. وجاو تسمى جاو باش يعطونا العقد تسمى راهم في الاجراءات باش يديروا العقد. سمعت هكذا قالت لي راح نتلاق وراح كما شفتوا معنا هذا مثال حي لمشاكل نفسيه حول موضوع الميراث في العائله. وهذا الموضوع كاين بكثره في معظم العائلات الجزائريه، لكن لسر المهنه ما نقدروش نكملوا معكم ونواصلوا معكم في هذا السياق. لكن من المهم
نجلبوا الانتباه باللي كاين اشياء اللي تلحق للتهديد والعنف وحتى الى الجريمه في احيان في حالات نادره. تكثر العداوه وتكثر الخصومات بين الاسره الواحده وما بين الارحام بسبب هذا الميراث الذي منشعه ظلم بين الناس. إن دل على شيء إنما يدل على بعدهم عن تعاليم شرعنا، لأن هذا العلم علم الميراث كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول علم ينتزع من هذه الأمة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجة قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الميراث، تعلموا هذا العلم وعلموه، فإنه أول علم ينسى وأول علم ينتزع من أمتي. هذا راجع إلى الابتعاد دائما، لأنه الابتعاد عن الشرع والابتعاد بما قال الله عز وجل، فكل واحد يفسر بما تهوى أنفسهم، يعني كل واحد يفسر الآيات على حسب ما يخدم نفسه الشخصية. صلة الرحم تهدمت على جال الأمور المادية، اتفقنا، بصح صلة الرحم كذلك تهدمت بالإسلام المغشوش، وأقولها صراحة وفي هذا المنبر، بالإسلام المغشوش اللي ظهره الناس، ولكن هو في الداخل هو راه تشوفي انت يا كما قلتي مرتاد المساجد ومش عارف واش كذا والى اخره، ولكن قطع صلة رحمه، حقر باش نقولها بالدارجة شوية معليش، احتقر أخته و يعني وحرمها من ميراثها، وهذا يقع بين الإخوة خاصة، يعني احتقرها حرمها من الميراث، طردها إلى آخره، ومن بعد هذا إلى ما يعني يضرب الخلية العائلية في الصميم، يعني نوع من تفجير الخلية العائلية بالإسلام المغشوش. نقول لمثل هؤلاء: اتقوا الله في أنفسكم، فإن الدنيا مآلها إلى الزوال، ماذا تقول لربك غدا يوم القيامة عندما تقف بين يديه عريانا حيرانا، لا مال ولا ولد ولا أي شيء، أخذت مال غيرك بغير حق، ماذا تقول لربك غدا؟ يقتص منك الله تبارك وتعالى أنك أخذت هذا المال بغير حق. فنعط للمرأة حقها، ونعط للضعيف حقه، ونعطي للمسكين حقه، ونعطي للصبي حقه، حتى الشريعة الإسلامية ضمنت حق الجنين إذا مات أبوه وهو في بطن أمه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا. ولإثراء الموضوع ومناقشة تفاصيله تلتحق بنا الزميلة رشيدة معبوط معدة التحقيق. أهلا بك رشيدة. رشيدة، قضية الميراث مهمة جدا في مجتمعنا المسلم، والشريعة قد فصلت بكل وضوح ودقة وأعطت لكل ذي حق حقه، لكن ما نلاحظه اليوم أن المحاكم تغص بمثل هذه النزاعات صباح مساء. أنت التي خضتي هذه التجربة، ما سبب ذلك؟ نلاحظ بأن الأخوة وصلة الرحم ذهبت مهب الريح، وذلك لأن الفرد اليوم أصبح لديه أنانية مفرطة حولها إلى قاعدة اجتماعية، وهذا بسبب الابتعاد عن الدين الإسلامي الذي كان واضحا في مسألة الميراث، وكان قد حدد بأن للذكر مثل حظ الأنثيين. ونلاحظ كذلك بأن التشريع لم يأخذ بعين الاعتبار التفاصيل، فإذا كان الذكر له حق الأنثيين عفوا، فربطه ذلك، فهو مرتبط بالقوامة، أي أنه مسؤول عن هذه المرأة، مسؤول عن هذه الزوجة، ومسؤول عن هذه الأخت وهذه الأم. لقد أثرت نقطة مهمة في التحقيق: المرأة والميراث. لا تزال المرأة في بعض مناطق من الجزائر لا تورث بسبب الأعراف والتقاليد، أنت التي خضت هذه التجربة، ما رأيك في ذلك؟ نعم، في بعض المناطق من الجزائر لا تورث المرأة، ولكن هذه ليست خاصة بمنطقة القبائل، ولكن هناك مناطق كثيرة لا تورث المرأة،
وهذا لراجع لأعراف كانت لمدة معينة ولتاريخ معين، لكن تطور المجتمع يجب أن يتطور كذلك في هذه الأعراف وهذه التقاليد. ونلاحظ بأن القانون الأسرة الجزائري جعل المرأة ترث طبقا للدين والشريعة، ولكن نلاحظ أن في بعض المواد يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بأنه عندما تكون المرأة وحيدة أي ليس لها أخ، ومثلا تكون تقطن في مسكن له غرفة أو غرفتين، فيأتي ابن عمها ويريد أن يريثها، فيباع هذا المسكن وتتحصل على مبلغ زهيد لا يمكنها في شراء مسكن آخر. فهنا نرجع إلى عامل القوامة والمسؤولية التي يجب أن تطبق لتكون هذه القوانين تطابق العدالة الاجتماعية. شكرا، ابقي معنا رشيدة، وعودة وإياكم إلى الجزء الثاني من الروبورتاج دائما مع الزميلة رشيدة معبوطة، حيث سنتابع كيف يستغل بعض الورثة الأخطاء الإدارية للتحايل على القانون بالتزوير أو المساومة بهدف الوصول إلى مبتغاهم على حساب الشرع والقانون. تابعوا معنا. جامي نبيعوش الدار، احنا نكون ضرع نحوسوا على الدار على الديار، يكونوا بس الدار يقول لك الدنيا لازم تكون لك دار، تبيع الدار ومن بعد وين تروح؟ كي تبيع الدار تقسم الورث؟ بيانسون نبيع دارنا احنا، علاش ما نبيعش دارنا؟ لا دوك علاش ما نبيعش دارنا؟ علاش من السبان اللي ما نبيعش دارنا؟ طمع طمع عداهم، طمع خلاهم يدفنوني وانا حية. ارحموا هذا الميت في قبره بتوزيع ما يتعلق به وما تركه من تركة في حياته. بسبب أخ واحد وزوجة الله يربي يسمح لها إن شاء الله، زوجة الأخ ديالنا، أصبحنا في الشارع. يا خويا كيما خلاه بابا تخليه أنت تاني كي تموت، ربي يهديك. واش نقول لك؟ بابا مدى معاه يما مدات معايا. الله يجعل حقي عند ربي. الله يجعل حقي عند ربي، هذا واش نقول. اللي جاوا مات البلاد كاع طفله ما يورثوها، ماشي غير أنا. الطفلة عندنا من المستحيل تورث. جاب لي ربي مستحيل باش نولدو، جاب لي ربي. جاب لي ربي أنا بحسب هي من النظرة تاعها جاب لي مستحيل باش تولد. نقولوا الرجال قياما على النساء. علاه كي تحتاجوا الطفلة الدخول هذاك ما عنده حتى ما على بالوش كاع بها. حطوا كاع التيرة على وليد عمي. هذاك التيرة محطوط في العقد على جدي. ومن بعد يقول لك بعد تقاسموا. وتقاسم مع ولد عمي انا، يا ولد عمي انا كبرت كرشو. مي راه رايح يدير كارثه، رايح يدير يطيح الارواح. ولوضع حد لكثره قضايا الميراث في المحاكم وقصد تسويه وضعيه الممتلكات المتنازع عليها، تم إجراء جرد عام ومسح لمختلف العقارات الشاغرة لإصدار الحيازة والملكية لمستحقيها أو تسجيلها كأملاك تابعة للدولة، غير أن بعض المناطق التي تمت فيها عملية مسح الأراضي في غياب مالكيها من قبل أصبحت تعيش فوضى عارمة وفاقمت من المشاكل العائلية بسبب الاختلاف على التركة وأقسام الميراث. انا جي برون لو كا تاعي انا، ان تيرا وليد عمي ثم حطوا كاع التيرا على وليد عمي، الوغ كو التيرا محطوط في العقد على جدي. ومن بعد يقول لك بعد تقاسموا. وتقاسم مع وليد عمي انا، يا وليد عمي انا كبرت كرشو. كيفاش نتقاسم معاه؟ حنا نهار درينا كلش نخدم، هو ما عنده حتى شغل، كان يعسر الكادستر نهار يجو، يعرفوك تا يجو، يعرفوك تا ما يجوش، هما كانوا يجو دو فوا بار سومان، يلحقوا 10 ونص ل 11، 11 ونص دي فوا، مي ساعة ساعة يروحوا، ما كانش مفاهمة، مكافأة سي دو روميتر اون كوز تو لو ترافاي في بار لي زاجون كادسترو. حنا المشكل ماشي غير عائلتي، يعني كاين عائلات راهم مضطرين باش يروحوا للعداله، وراهم مضرورين من هذا الناحيه، باسكو
كاين اللي كي ما تفهموش يتقاتلوا، كاين اللي كي ما تفهموش يتضربوا، كاين يعني تعداوي لحقت وين لا تطاق، يعني سا ديباسي لي ليميت دو لونتوندمون. سي مالورو مي ماشي كوم سا. الكاداستر جا باش يوفيسياليزي دي شوز، سي بور ريغولاريزي دي سيتياسيون. فينالمون كونت ان ترافاي لي باكلي لي باكلي. عندي مشكله تاع قطعه تاع ارض، وهذا الارض هذه ملكيه الجدود، ماكينه جدودنا بالعقد رسمي في 1888. نهار اللي جات الكاد خرجت الكادس هذه باش الكادس تريد تكيل الارض، بني عمي مركو التراب تاعهم اللي صح لهم عليهم، بس خاطر التراب تاع اربع جدود مركاو التراب عليهم، والقطعه اللي صحت لي انا ما كنتش، جا واحد السيد مركوها عليه، جيت نغطي الكوريك قالوا لي التراب هذا ماهوش ماركي عليك، ماهوش تاع جدك. او كي رحت للكادس لقيتهم ماركي على واحد الفاميليا واحد اخرى حقيقة. النهار اللي جيت بهن نتقدم به للشراع، وشراوا لي مشاكل تاع 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 الفريضة، والفريضة تاع ربع جدود انا تجيني وعرة، ما نقدرش نديرها ربع جدود الاولين، جاتني وعرة معناتها، وبني عمي ما عندوش مشاكل تاع ترابهم، راه ترابهم عليهم، ما كاش اللي يعاوني وحدي، وليت بوندوني تحبست كوري هذا كان خليته رايح والدار راح. احنا في لا ريجون تاعنا بني سليم بني ثور، انا جامي تي كاداستري، نهار جا الكاداس فرحنا، قلنا سافا نو سولاجي، سافا اتيزي لي كونفلي مع الجيران وبني عام وكذا، او كونترير زادت شعلت النار من نهار جا الكاداس، باسكو لو كاداس لا ميسيون تاعو ايتي فوي على ليشيك، ما خدموش ما قاموش بلا ميسيون تاعو كما ينبغي. علاش خدموا ان ترافاي باكلي اللي لقاوه سور التيران، يقول لهم هذا ديالي، هاي لا ليميت ديالي، يسجلوها عليه. او كونترير زادت قوات الاخر لي كونفلي والمشاكل وهذه من هنايا، باسكو علاش ما خدموش خدمتهم كما ينبغي. خرجوا الكاداستر لهنايا وحطوها مجهوله انكوني، وكي رحنا حنا باش ريغاريزيو قالوا لنا تروحوا طلبوا دوك تروحوا لازم ديروا الفريضه، والفريضه حنا اش نديروا الفريضه، حنا الفريضه عندنا فريضه وعندنا كل كوارت العقد عندنا، وبعد قال لك روحوا ديروا السنه ولا كوميسيون، لا كوميسيون صافي 3 حنا السنة في لا كوميسيون ما كاش لا كوميسيون، وما عرفناش حنا وين نخدموا كوارتنا هذو، ما الى عند مسح الاراضي ولا ولا في الولايات ولا وين نروحوا نخدموا، ما عرفناش وين نخدموهم. حنا نستناو نطلبوا ماذا بينا يعاودوا يخرجوا الكاداستر هذو، يخرجوا الاراضي هذوما ويعاودوا يريقلوا لنا كوارتنا، حنا عندنا العقد يحطوه لنا على اسم الاب، وحنا هكذاك نقدروا نقسموا مع نديروا الفريضه نقسم مع خوتي انايا. قبل ما 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 نبداو عمليه المسح نقوموا بإعداد وثائق ونسلموها للسيد والي الولاية للإمضاء، وهي قرارات لتم بها عملية المسح. هذه في البداية عندنا قرار فتح عملية المسح اللي يمضيه السيد الولي، فيه البلدية المعنية مذكورة، وفيه تاريخ اللي نبدأ فيه عملية المسح. كاين عملية مسح ستتم ابتداء من تاريخ كذا في بلدية البلدية المعنية. ثانيا نديروا دي زافي دو فيرتير، يعني اعلانات فتح عمليه المسح، وتكون باللغتين اللغه الفرنسيه والعربيه، ونسلموها لرئيس البلديه المعنيه بعمليه المسح، يقوم يعني بنشر هذه الاعلانات على مستوى الاماكن الموجوده والمالوفه لدى رئيس البلديه. يجهل المواطنون كل هذه الاجراءات التي تتم قبل عمليه المسح. المواطن خلال كاع هاد المراحل، كل هاد المراحل يكون غايب، سواء عن قصد او عن غير قصد. احنا ما ندخلوش في القصد، احنا القانون تم تطبيقه في الميدان. المشكل بعد ما يتم تسليم والمحضر
تسليم منظم من طرف المحافظ العقاري يجي المواطن في الاخير ويطلب من مديريه المسح يعني ضغوطات كثيره ويتكلموا في الجال كذا بلي ان هناك مديريه المسح لم تقوم بعملها كما ينبغي وكذا. هنا يديروا ضغوطات على المديريه يعني ايام الاستقبال ضغوطات. يقول لك انا عندي عقد او ربما ما عندوش. اذا عندك عقد يا اخي عمليه تحنين متواصله هذا مش قران. هذه قمنا بعمليه قوانين الجمهوريه فيما يخص عمليه المسح معروفه لدى الخاص والعام. كاين طريق تتسجل عندك عقد جوج عن طريق المحافظ العقاري دير طالب التسجيل كذا وتدخل في اطار قانوني. كاين ناس ما عندهمش عقود ما عنده حتى حاجه يثبت بها الملكيه ويجي بعد العمليه يفرض عليا نسجله على ربما ملك للدوله يحب يضغط على الاداره يقول اذا عندك حق ها هو محافظ ها هو القضاء الاداري. نظرا لعدم معرفه الورثه او لغيابهم عن الاماكن او لعدم الاطلاع يؤدي في بعض الاحيان الى تسليم دفاتر عقاريه لفائده المصرح. هنا المفروض على الورثه او ذوي الحقوق الاطلاع على وثائق المسح في الاجال وتقديم اعتراضاتهم في الأجل سواء على مستوى لجنة المسح أو على مستوى المحافظة العقارية المختصة. إذا تقديم الاعتراضات في الأجل القانونية يسمح بعدم ترقيم العقارات هذه بأسماء باسم المصرح ويسمح أيضا بمعالجة هذا الاعتراض أو بمعالجة هذه المنازعة إداريا قبل تسليم الدفاتر العقارية. أما إذا تم تسليم الدفاتر العقارية في غياب أصحاب الحقوق وفي غياب تقديم الاعتراضات فيبقى أمام أصحاب الحقوق أو ذوي الحقوق اللجوء إلى الجهات القضائية لتقديم عريضة لإلغاء هذا الترقيم الذي تم خطأ أو تم بناء على تصريح كاذب باسم أحد الورثة. وحتى تتم حماية هذه الملكية يجب توفر السند القانوني الذي يحدد المساحات المرجعية في عملية مسح الأراضي للتحصل على الدفتر العقاري. بالنسبة لإعداد الفرائض الموثقون ولا مؤهلون ومختصون لإعداد الفرائض التي تحدد حصة كل مالك أو كل وريث أو كل مالك على الشيوع. وفي حال تعذر إعداد هذه الفريضة الجهة القضائية المختصة يمكنها أن تأمر الموثق بإعداد فريضة جدلية ويتم النطق بالحكم المتضمن تلك الفريضة الجدلية والتي بإمكانها بعد ذلك أن تكون أساساً لتقسيم الملك المشاع بين الورثة بعد إيداع الحكم المتضمن القسمة والمتضمن إعداد الفريضة الجدلية على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا. وبالتالي الحقوق المفرزة بعد ذلك تكون محمية قانون. قضايا العقار تتضاعف في المحاكم الجزائرية حيث لا يتفق الورثة على طريقة تقسيمها أو تقييمها نقداً وهو ما يؤدي إلى تعيين خبير لوضع مشروع قسمة بين الأطراف المتنازعة. لابد لازم تكون ولا كان ورثة لازم تكون عندهم فريضة لازم تكون عندهم شهادة توثيقية تبين الحصص تاع كل وارث الحق تاع كل وارث ومن بعد الخبير العقاري متى يروح لعين مكان يروح لعين مكان لكي يعين الارض هذيك ويحددها قاعديك مع الجيران قاعديك. الخبير العقاري كثيرا ما يصبح طرفا في النزاع الى جانب المحضر القضائي والموثق. ماشي تعرضنا دائما للشتم للسب للتهديدات للتخوين. هذه طرف في الورث. احنا شغل طرف في الورث واحنا لا ناقه ولا جمل في هذا. انا يعني دائما نقول له انا واش من الفايده عندي كي نزيد لك ليك ولا نزيد له ليه ولا نعطيك. انا نحاول نوفق حتى امام الساده الخبراء ولو يعترضوا لهم. يعني السيد الخبير يتم تعيينه من طرف المحكمه من اجل اعداد مشروع قسمه
في حالات وين شفنا انه احد الورثه يعترض للسيد الخبير، وهذا الاخير يوجد نفسه مضطرا انه يعاود يرجع الى السيد وكيل الجمهوريه من اجل طلب تسخيره ليستعين بها، يعني القوه العموميه ليستعين بها من اجل الاستعانه بها في اداء مهام. أغلب الورثة يودون الاستفادة من حصصهم من العقار ذاته، رافضين أن يتم تقييمه نقداً. درنا أن لوفي طوبوغرافيك لطاديليو، يعني معاينة ميدانية وشاغلي الأماكن كيفاش كل واحد كيفاش يشغل الأماكن هذوك. في حالة ما إذا ما كانوش موافقين نقسمها على أساس أصغر نصيب، مثلا اذا كانت مثلا اصغر نصيب هو مثلا 200 متر مربع هنا في هذه الحالات على ورث ارث، يعني الارث معناتها للذكر مثل حظ الانثيين. يعني اذا كانت مثلا البنت عندها 200 متر مربع، الذكر يكون عنده 400 متر مربع، هنا نقسموها كلها 200 متر مربع. ومن بعد المحكمه يعني ممكن نزيد ندير اقتراح واحد اخر كما احنا هنا يرضي الجميع، ممكن اذا كان فيها هنا. وبعد المحكمة هي القاضي في المحكمة هو اللي يدير القرعة. جينيرالمون في الملكية المشتركة تقريبا دائما يتفاهموا، لأنه كل واحد راح ساكن أو حاكم حاجة راه يخدم فيها. أبارتومون ما يقدروش يقسموها، تباع مباشرة هذه، يا إما يبيعوها بيناتهم تتقيم وكل واحد يدي حقه نقدا. ويلجأ بعض الورثة إلى حيلة التلاعب بالوثائق القانونية وتزوير وإخفاء عقود الملكية بغرض حرمان بقية الورثة من حصتهم في الميراث. العديد من الورثة يوصلوا حتى إلى ارتكاب جرائم، مثلا كتزوير في سندات ملكية، إدلاء بتصريحات كاذبة خاصة في مسألة تحرير الفرائض باعتبار أنه عقد الفريضة هو عقد تصريحي، كذلك التهديد بالعنف، الضرب والجرح العمدي بسلاح، وحتى في بعض الأحيان القتل. دائما إذا كان واحد مرضاش بالقسمة اللي يعني اللي اقترحناها يقول لك الخبير هذا شراوه أنت، يا لو كما عطالكش حاجة ما تعطيلوش هذيك. وحنا وأنا واش ندير، يعني نتكلم عن نفسي في المكتب، أنا كل ما ندير اقتراح يمضوا لي هنايا. إذا ما مضاش معناتها إذا ما مضاش عندي في المكتب ماشي يقولها لي يعني فيربالمون، يعني لازم يمضي لي، ما يقولها لي شفهيا، لازم يمضي لي بأنه راه قابل. لأنه شحال من راس تصرى أنه يقبل، لما تروح المحكمة يقول لهم أنا ما قبلتش وأنا ما كنتش حاضر وأنا ما شفتش. والفصل في مثل هذه القضايا قد يطول بسبب استمرار النزاع بين الورثة. مسألة دائما في مسألة الذهنيات يجونا متقاضين اللي يقول لي يا استاذه انا مانيش قابل انه الاخ تاعي ياخذ حقه ويرفع عليه دعوه باقي الورثه من اجل قسمه. يقول لي استاذه انا مانيش قابل. وعلاش ماكش قابل؟ يقول لي انه الاب تاعي في حياته كان مريض وانا اللي كنت قايم به. كاين اللي يقول لي انا الاب تاعي في حياته كان يحبني اكثر من خاوتي الاخرين، وكانه يتولد في اعتقاده بانه هذا الشيء يعطيه الحق انه هو يورث والباقي ما يورثش. إن قسمة المواريث هي نفسها تحتاج إلى وقت للفصل فيها، لأنها تحتاج إلى تقسيم دقيق مثل حصر الممتلكات وأصحاب الحقوق وإجراء القسمة بشكل هادئ أو اللجوء إلى القرعة أو بيع الممتلكات في المزاد العلني للفصل في المسألة بالطرق القانونية. الإجراءات والراهي الطول تاع الإجراءات هنايا، لما القاضي يصدر حكم ثم الخبير يقوم بالمهنة ثم الرجوع، باسكو لازم يرجعوا بعد الخبره، من بعد تم القاضي يفصل ابتدائيا مش نهائيا. اذا كان الناس هذو ساعدهم الحال دونك يروحوا ينفذوا، يا با بروبليم، يدوا المحضر القضائي، يدوا الخبير هذاك اللي دار لهم القسمه. وكاين معظم القضايا ايضا تاع القسمه اللي يعين نفس الخبير بعد الرجوع بعد الخبره، القاضي يعين نفس الخبير باش يدير معالم الحدود لي ديليميتاسيون بور شاك نصيب. دونك معالم الحدود هذه من بعد كي يديرها الخبير يحط التقرير تاعو، هاو كاين الرجوع ثاني بعد وضع معالم الحدود. سو كيف سي سا كي برون لو طون، ماشي القاضي يفصل في قضايا لما القاضي يعطي له الدليل يعطيك القانون. ان كل انواع الميراث الاخرى
إلا وفيها تنازع وفيها صراع. السبب هو أن ليست هنالك، وهذا يرجع في الحق المشرعين، ليست هنالك تشريعات مضبوطة فيما يخص هذا الميراث. لأن لو كانت هنالك تشريعات مضبوطة يعني لما وصلنا إلى هذه المشاكل التي تقع، أي العقوبة والجزاء. بمعنى أن إذا أنت خللت بالقانون فليس لك الحق في الميراث، ما عندك حق في الميراث، ليس لك حق في الميراث. عندك حق في الميراث، عندك حق في الميراث أيضا، يعني في كلتا الحالتين. ولكن هذه المسألة لم يفصل فيها. لماذا؟ لأن هنالك ثغرات قانونية تجعل يعني الميراث سهل التداول وسهل الدوران. حتى وإن فصلت المحكمة في هذا النزاع وقدمت كل شخص حقه، إلا النزاعات تبقى قائمة، وذلك لطمعهم، فكل شخص يريد أن يأخذ الأفضل. الفقه والشريعة الإسلامية هي المرجعية الوحيدة التي انبثق عنها قانون الأسرة الجزائري بكل مسائله وأجزائه. القانون الجزائري قد تبنى بصفة مطلقة أحكام الشريعة الإسلامية في مسألة تحديد الورثة والأنصبة العائدة إليهم، وعلى هذا الأساس يتم تحرير عقد الفريضة. مشكلات كثيرة هذه، منها القانونية، منها الاجتماعية، منها الثقافية، منها الدينية، منها إلى آخره. وهذه المشكلات في حد ذاتها ترتبط أساسا بعدم وجود، كما قلت دائما، عدم وجود مشروع اجتماعي. إن تفاقم مشاكل الميراث ليس مرده أن الشرع أو القانون لا يفصحان عن العلاقة وتحديد ضوابط تقسيم التركة، بل لأن بعض الأفراد في المجتمع يسعون طمعا للاستيلاء على حقوق الآخرين من ممتلكات عقارية وغيرها باسم الحفاظ على وحدة الملكية وقوة الأسرة ونفوذها. بعد كل هذه الصراعات في المحاكم نصل إلى نهاية الحصول على هذا العقار المتمثل في هذا البيت، بيت العائلة مع كل ما يحمله من الذكريات من التاريخ، نبيعه لشخص غريب يهدمه في ثواني ويبني مكانه عمارة أو أي شيء آخر بهندسة معمارية مختلفة لنقضي على ما تبقى من الذكريات ويصبح الجميع غريبي الديار. إلا أن بعض العائلات الجزائرية استطاعت انتهاج أسلوباً آخر من أجل التفاهم على تقسيم التركة لتبقى صلة الرحم فوق كل اعتبار ومحل قداسة لأجيال وأجيال. نحن عائلة ورثنا التراب هذا على والدينا، ورانا ما حابين نخرجوا من الشيوع، ولجأنا للمحكمة باش تعيننا خبير باش نخرجوا من الشيوع، ورانا متفاهمين على القسمة اللي يعني تكون. ما عندنا حتى خلاف، الحمد لله. عائلة في خمسة خاوة خلاو الأولاد تاعهم والأحفاد تاعهم، اليوم ما عندناش خلاف ما بيناتنا، يعني كما نقولوا بالعامية دار واحدة. وما راناش حابين احنا بالك يجي جيل من بعدنا يلحقوا لهذ الخلافات، رانا حابين اليوم العائلة راهي مرتبطة ومتفاهمة، تقعد هكذا مرتبطة ومتفاهمة، ما يكونش إن شاء الله انشقاق في العائلة. قناعة بالشي اللي كان يكتب لنا ندوه، وماذا بينا تقعد العائلة مرتبطة. ينقل للناس اليوم اللي راه متفاهمين ماذا به يقسموا قدام الكبار، يقسموا لولادهم قدام يموتوا. هذه نقولها، باسكو إذا كان ماتوا وينوضوا ذراري ولاد العمهم اكسيتيها، الو من بعد تولي في تقلالها وتولي في الاخر، وتولي القسيم هذاك يطول، وتولي في الشراع، وتولي في بالك في الدبزه، وتولي في الموت، وتولي. حبينا نقسموا لهم في حياتنا، نفرحوا بهم ونخلوهم فرحانين مره اخرى ان شاء الله. هذه اللي حبيناها، واحد يكون مهني كي يقسم لاولاده يكون فرحان. جمعناهم ودرنا لهم لي نيميرو ودرنا لهم لي تيراج، وكل وحده دات نيميرو وقسمنا على حسب هذاك تيراج وصار. الاخر للدوسي راح عند الاكسبير معايا مع لي نيميرو هذاك، وهو دار البلان على حسب لي نيميرو، كل وحده النيميرو تاعو.
يعني با ما غيظوش الحال، كل واحد كانوا متلامين وكنا دارهم لي نيميرو هكذاك، با ما ماشي وحده تقول انا ديت له مليح والاخرى تقول ما انا ديت له، كل واحد وزهره. باش يكون تقسيم عادي. تقسيم عادي. وكانوا فرحانين والحمد لله. انا طريقه يعني التقسيم كاين البنات في ثمانيه كاين قطعه ارضيه بيناتهم داروا انتيراج وصور افيك لي سوبرفيسي كل واحد عنده لا ميم جوز، وحنا لي غارسون في ان بارتي باش ما يكونش يعني فيها الاخر. والحمد لله يعني لحد الان الامور تسير بجديه، ولي بابي راهم اون فوا دي ريغلومون في البلديه مع ليكسبير ولا لاجونس فونسيير تاع 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 بومرداس، ورانا نستناو في لي كارني فونسي تاعنا. والحمد لله يعني الوالدين داروا الواجب تاعهم، وهذه اللي راهي كان علاقه جيده بيننا وبين والدينا والحمد لله. الحمد لله مازالني صغير هكذا وغادي نرمارك يعني نشوف كالكو با باغ اكزومبل هكذا نيمبورت كان الدومان، انا نشوف عائلات متخالفين في الدومان هذا من جهه القسمه تاع الورث هكذا ولا هكذا. الحمد لله انا راني نشوف جدي هنا يقسم من العائله تاعنا باسم القانون وباسم شرع تاع ربي سبحانه. الحمد لله علمونا باه نكونوا متفاهمين مع بعضنا ومهما يكون عمك عمك خالك خالك كل واحد في بلاصته كل واحد والحمد لله. قبل أن نختم عدد اليوم، يتقدم طاقم من واقعنا بتعازيه الخالصة للزميلة أنيسة دحمري إثر وفاة والدتها. إن لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، ونرحب باقتراحاتكم عبر صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.